التراث كلما خلفته الأجيال السابقة في مختلف الميادين وينقسم إلى قسمين، تراث مادي وتراث غير مادي. أما التراث المادي فينقسم بدوره إلى ثلاثة أقسام: مواقع أركيولوجية وتراث مبني وتراث منقول. ويحتفي العالم حاليا بشهر التراث الممتد من 18 أبريل إلى 18 ماي. تحية تربوية من الأستاذة فوزية الكويدي عن اللجنة التنظيمية للاحتفال بيوم التراث العالمي بمعية السيدة المديرة التربوية للا فاطمة، في إطار الانفتاح الحضاري واعترافا بجميل أسلافنا الكرام وإيمانا بجدوى التربية على المواطنة، يشرف الإدارة التربوية وهيئة التدريس وجميع تلاميذ وتلميذات مؤسسة الإمام القسطلاني أن يقفوا وقفة احترام وإجلال لتراثنا المغربي الأصيل ولرواده وإبداعاتهم التي تدرب في جذور التاريخ. فهنيئا لنا بنشء يعترف بجميل أسلافه. الأستاذة فاطمة أهمو، المديرة التربوية لمؤسسة الإمام القسطلاني. باسم مؤسسة الإمام القسطلاني أشكر كل من ساهم في تنظيم وإنجاح هذه التظاهرة الحضارية والثقافية. معكم الأستاذ عزيز الرسالي، حارس عام بمؤسسة الإمام القسطلاني. لا يسعنا إلا أن نفتخر بهذا اليوم البهيج وهذا اليوم الجميل الرائع هنا بقلب مؤسسة الإمام القسطلاني. فالمؤسسة دائما كعادتها دائما تعيش هذه الأجواء الجميلة الرائعة وتنظم جميع التظاهرات وجميع الأنشطة الموازية ذات الإشعاع الخارجي أو الداخلي، سواء منها الفنية الثقافية والرياضية. واليوم نعيش عرسا هنا بالقاعة الكبرى داخل المؤسسة لعيش هذه الأجواء الرائعة الجميلة. فاليوم نعيش مع التراث المغربي الأصيل، فكما يقال من لا تراث له لا هوية له. فالمغرب الحمد لله كما يعرف الجميع بلد الحضارة، بلد التراث العريق، وهناك أصالة عريقة. بسم الله والصلاة على رسول الله. أنا الأستاذة
البوتي مباركة المشرفة على إعداد معرض للتراث ارتأيت أنه لا يمكن أن يكون هناك درسا نظريا دون أن يكون درس تطبيقي، وهو ما ترونه اليوم. بما أن العالم يحتفل بالشهر العالمي للتراث، فارتأينا أن لا تفوتنا هذه الفرصة لكي نحتفل أيضا نحن اليوم باليوم، إن لم نقل الشهر العالمي للتراث، والتراث الذي تحت شعار تراثنا جذورنا هويتنا مستقبلنا. لا يمكن أن نفوت هذه الفرصة دون أن نعمل على ترسيخ هذه المفاهيم لدى النشء، ومن وترسيخها من ناحية المواطنة النشيطة، حيث يعتبر الاحتفال بالتراث الاعتراف بما خلفه الأجداد والأسلاف من تراث. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتبارطاجيو لا فيديو مع صحابكم ومواقع التواصل الاجتماعي. ما تنساوش ديروا جيم وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم جديد ديالنا.